Thank you.
مبروك علينا اخو بعد هذا الرباح هذا مبروك علينا هي
إذن مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر من رياضة الدار البيضاء الأجواء الرئيسية وساخنة من داخل مقهى وسي بشعيب. سي بشعيب وسي بشعيب صاحبي عطينا خو بشعيب الله يخليك. اليوم انتصرنا والحمد لله. الحمد لله. كيفاش الاجواء بعدا؟ الاجواء دارت واحد الجو مزيان الحمد لله، كلشي ناس. حتى واحد ما سلفش. حتى واحد ما سلفش. ما جاوش السلفه اليوم؟ وحنا دايرين ليهم اليوم الكراد شوي. احسن المنتخب الرباح ديال المنتخب. حنا تهلينا في الناس ودرنا لهم فابور. دابا هاد السلفه كي تدير معاهم في الماتشات؟ شي كيخلص على شي. شي كيخلص على شي وديع الصراحه. مرحبا مرحبا. انا مشاهدي الكرام كما كتشوف معنا في الاجواء. السلام عليكم. خويا اسماعيل راه اسماعيل ما بغاش اسماعيل هو جوي. انا دقيقه انا دقيقه انا دقيقه خليك على بلاصتك. انا الفوز ديال المنتخب يعني الاعتصامات ديالك هذا الفوز المستحق. هذا سوا خاصة تسعد النقاط راه ماشي سهلة. المنتخب راه كشتو قبل لعبش ماتش مزيان وكان الدراري صغير الدراري الاخرين وصراحة تخيل بهذا الاداء. تبعتي الماتش؟ شكون اللاعب اللي عجبك بزاف؟ كلهم كلهم مزيانين صراحة. لا شي لعاب يعني اللي كاين الارتباه ديالك اللي كنت قبل بزاف الماتش. رحيمي رحيمي علاش انت رجاوي؟ انا ماشي رجاوي انا رجاوي كان رحيمي يلعب ياك استاذ. بالنسبه للكاس السجل المغربي ضروري اي طريقه اي طريقه السجل المغربي حتى تلاقينا احنا مع الجزائر. جاكرتا واش غيكون مرمطك شويه 50-50 او ما يصيبها مش نفضل الجزائر ياك استاذ. عيد بغيت تحن. قلنا اذن مشاهدينا الكرام اجواء يعني من داخل مقهى احد الاحياء في مدينه الدار البيضاء فوز مستحق للمنتخب المغربي. إذن مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي نهاية البث المباشر من مدينة الدار البيضاء حين لقى بكم بث آخر مع أجواء أخرى في مقابلة مستقبلية.